السلام عليكم ورحمة الله. وزارة التربية تنشر تعليمات وآلية احتساب معدلات السعي السنوي للاشتراك بالامتحانات العامة لطلبة الثالث متوسط والسادس الإعدادي. بهذه الوثيقة توضح كالآتي: أولا، تكون 10 درجات قرار لكل المواد، يعني كل المواد 10 درجات، مو قرار لكل مادة، تتوزع 10 درجات على كافة المواد. الدخول ثانيا، الدخول يعني لحد الآن ليس شامل، اللي ناجح يعني بالدروس كلها يدخل، واللي راسب مادة أو مادتين أو 3 مواد مع قرار 10 درجات. بالنسبة ثلاثة، هاي بالنسبة للطالب اللي ما أدى امتحانات الشهرية للفصل الأول، راح يعتمد لهم درجات نصف السنة كسعي سنوي. يعني مثلا الطالب اللي ما ممتحن الفصل الأول وممتحن نصف السنة، راح يعتمدون نصف السنة كدرجة سعي سنوي لهذا العام، هو اللي أهله للامتحان الوزاري. أما الطلاب اللي أدوا امتحانات الفصل الأول وأدوا امتحانات نصف السنة، راح يجمعون اثنيناتهم درجات الفصل الأول ودرجات نصف السنة ويقسمون على 2 ويطلعون، يعني يطلع لهم السعي السنوي. النقطة اللوخ دا يقول: اكو طلاب عندهم يعني مواد ما ممتحنين بها بالفصل الاول، ومواد يعني ممتحنين بها يعني اكو مواد، شوفوا ماماتي، اكو طلاب يعني عندهم مواد ممتحنين بها بالفصل الاول ومواد ما ممتحنين بها الفصل الاول. يعني تقول الوزاره الماده اللي يمتحنوا بها فصل الاول ونصف السنه راح يجمعوها ويقسموها على 2، اما المواد اللي ما ممتحنون اللي ما امتحن بها فصل الاول فقط امتحن بها نص السنه، راح هذه نص السنه يعتمدونها درجه نص السنه يعتمدوها كسعي سنوي. وهذه التعليمات لطلبه الثالث متوسط والسادس الاعدادي.